يعني والله يا أبو الطيب بنولك ثواب كبير إذا بتعمل معي هذا المعروف. بس المعروف عن ابنك غالب إنه بغلب وكمان صعب بالتعامل. بجوز مع كل الناس إلا مع عمه حبيبه حبيب أبوه الطيب أبو الطيب. والله ما أنا عارف شو بدي أحكي لك يا أبو غالب. أنا جبت شاب محترم اسمه سلطان ابن أخته للحاج نجيب، قايم بكل شغله وشاب محترم. لا 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 يا أبو الطيب، تقصد أن ابني مش محترم؟ لا ما توقعتها منك، ما توقعتها منك يا أبو غالب. هو إذا أنا بقول عن سلطان شاب محترم هذا بيعني أنه ابنك مش محترم؟ طيب معناته هيك صار عندك تنين موظفين محترمين. مين قدك؟ مين قدك يا سيدي؟ خليني أشوف الموضوع وأستخير. استخير، فكر واستخير. طيب يعني شو طبيعة وظيفتي عند الأخ أبو الطيب يا أخ سلطان؟ كيف بدي أعرف طبيعة وظيفتك عند أبو الطيب وأنا لسه ما عرفت أنك صرت موظف عنده؟ طيب كم من موظف موجود عنده؟ ولا فيش إلا أنا وياك؟ بدك الصحيح؟ فيش حدا بيشتغل عند أبو الطيب غيري أنا. يعني أنت موظف عادي. شوف يا عمي، تجارة أبو الطيب بدها واحد زيي، بدها واحد يعرف يتعامل مع الزباين بفهلوة وشطارة. بس تكلكش، بعلمك. يلا يابا يلا يلا. سلام سلطان. ما دام ما فيش خلاف بين ابن أختك سلطان وغالب، خلص يا سيدي ما فيش مشكلة. بس يعني انت يا ابو الطيب مش مجبور تشغل عندك واحد مش لازمك الا اذا كان سلطان مقصر بشغله. بالعكس، ما شاء الله عليه سلطان، بكفيني انه ابن اخت الحج. الصحيح انا ما بدي اقطع رزق غالب اذا له عندك رزق، بس هذا ولد وراح يغلبك. معلش يا حج، كرمال ابوه ابو غالب بضل جارنا، وبصراحه انا بديش اكسر بخاطره. يعني عشان ما تكسر خاطره تكسر تجارتك؟ فكر منيح، فكر منيح يا أبو الطيب. يا سيدي، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. إحنا هيك بنكون ماشيين على خطى الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، روحي فداء وقبري حداء. عارف يا أبو، إذا بتسود وجهي مع عمك أبو الطيب عارف شو بعمل فيك؟ والله بفرمك فرم. عارف شو معنات بفرمك فرم؟ مثل ما بيعمل اللحام مزبوط؟ أفرم عفارم عليك. لا يا بلا، أرسل حكيما ولا توصه، وشاور لبيبا ولا تعصه. ما شاء الله، منين بتجيب هالحكي؟ حكيم ولبيب مرضي. وانا بدي اقول ايمتى ابو الطيب لحق يعمل استخاره وينام. انام؟ هذا كان ايام ستي وستك. اليوم مسائل التوعيه في الدين كبيره وكثيره. انا اللي فهمته منك انه يعني ما بينفعش تكون استخاره قبل ما الواحد يكون نايم. في اي وقت بتدعي بدعاء الاستخاره وبتقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك الى نهايه الدعاء، بعد صلاة أي ركعتين سنة، وبعديها أكيد نمت وحلمت بجواب استخارتك عن غالب، وأكيد طلع لك كابوس. يا حج نجيب، الاستخارة هي اتكال على الله عز وجل في أي عمل بدك تعمله. إما ربنا عز وجل بيسرك إياه وبيبارك لك فيه، وإما بصرف عنك وبصرف ضرره. أنا مش فاهم شو يعني الحلم أو الكابوس اللي شفته بغالب. يا حج نجيب، الشغلة ما بتعتمد لا على الحلم ولا على الكوابيس، بتعتمد على الله عز وجل. طب شو يعني؟ شو حلمت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين معك يا حج نجيب. شو يا با؟ أنا بعرف صاحب المصلحة ما بتأخرش على مصلحته،
بس صاحبك ابو الطيب من اولها بلش يتاخر. انا هذا الحكي ما بزبطش معي. امهلك عليه يابا، امهلك عليه يابا. حبيبنا النبي اللهم صل عليه قال اللهم صل عليه، اللهم بارك لامتي في بكورها، وهي اخر مره بسمح له يتاخر على بكورها. والله بطلت اعرف مين صاحب الشغل ومين موظف عندي الثاني. ايه خلص هالمره سماح، هيو شرف صاحبك. السلام عليكم. اهلا وسهلا وميت مرحبا في غالب وابوه. وعليكم السلام. بديش اوصيك عليه، غالب شاب مجتهد وشغيل. بس انا ما عرفتش شو صار في مشاريعه وشغله. بظن كان يشتغل البليفونات. مزبوط عم ابو الطيب، بس انا اكتشفت انه اكبر وسيله شيطانيه لالهاء الشباب هي التليفونات، ومش بس الهائهم وضياعهم وانحرافهم كمان. انا كل من شو بتتضايق بقول لك من انحراف الشباب. الا انت بدك اياهم ينحرفوا؟ بنحرفوا، لانه بنحرفوا يابا. علشان هيك غالب قرر يخسر تجارته بالبليفونات ويروح للتجاره الرابحه المباركه مع عمه ابو الطيب المبارك الطيب. خالي حبيبي الله يرضى عليك، بدي تركز بشغلك منيح، وبديش اياك تلتهي مع هذا السوسه اللي اسمه غالب. شوف يا خالي، هو بحاله وانا بحالي، هو له شغل وانا لي شغل، والله يرزق الجميع. والله قلبي ناقصني يا خالي، كونك بتشتغل انت وياه بمكان واحد. الله يستر، الله يستر. بس تعال تعال يا خالي، اعطيك شويه فواكه للوالده. تعال امسك. عم سلطان، بديش أذكرك باتفاقنا وانت بتحاسب زبايننا التجارها. شو رأيك يا أبو الطيب أروح أنا ألم الدين اللي عليهم، بطلعهم من عينيهم. ما شاء الله عنك، ما شاء الله. ولا يهمك عمي، إحنا بنتعامل مع هاي الناس بالقانون للي بده يأكل حقنا ويسلبه. قانون؟ بالنسبة للتجار اللي حكيت لي عنهم فأكيد مش راح أنسى حد عم أبو الطيب. بما أني موظف في شركتك أخي أبو الطيب. أخي بدكش تخبرني الطريقة اللي بتشتغلوا فيها مع التجار اللي خبرتوا عنهم؟ بناخذ منهم ما تيسر، بنتجاوز عما نتعسر، ما بنزنق حدا. يا سيدي ما هو لسه ما بين خيره من شره، بعد بأول شغله ما بتم على ما هو إلا هو. غالب تغير، تبدل، صار أنطج أوعى. يا سيدي يا ريت يا ريت. قال شو بده الأعمى؟ وفت عيون. وغالب عينيه مفتحة على الشغل 100%. هيك تحسه بده ياكل الشغل أكل. أرض بلع زلط. والله الله يستر الله يستر.